إيه نعم. المقص المفتوح، النعل المقلوب، طنة إذني، رفة عيني. عيني بتلف وراسي بتلف وعقلي فاضل له دياويق، حاسس بمصيبة جياني. يا لطيف يا لطيف، مصيبة ما كانتش على بالي. يا لطيف يا لطيف. مرورا بجحافل الدجالين والعيارين اللي بيطلعوا كل سنة بيجيبوا التوقعات وبيقولوا لك هيك بده يصير وهيك ما بده يصير، وما بتعرف انت منين بيجيهم الإلهام ومنين عم يجيبوا هالقصص. ووصولا إلى شوفوا لي هالعينتين، أيمن فوق أشول، أيمن كل أصل في ناس تعمل دول وتعمل دي كده، لازم أشوف كل دول. أيمن فوق أشول دي شخصيتها، لأن الحبل السري مع العادات والتقاليد يكاد يكون مش موجود، فدي تسافر وتتغرب حتى لو طلعت أمريكا ولكنها سافرت. تل القمر، كواكب السماء موجودة في الكهف، بس الناس ما بتفهمش ما بتعرفش، والناس أعداءها مجاهله. ومعظم اللي بيأمنوا فيها بيقولوا لك عم نتسلى. طيب شوفوا لي بهالحالة التسلاية هي لوين ممكن توصل؟ مش انت لسه ما جوزتيش؟ استنى بقى خط الجواز. بس انت بتقول اللي بتزعلي او تعملي الحاجة عشان انا اقولها ولا اقول الامانة العلمية؟ اقسم بالله العلي العظيم غير حانس ان انت هتتطلقي اما تتجوزي. غير حانس. استني بقى اشوف بقى انت السبب ولا ده قضاء الله لازم ينفذ؟ لان الناس مش فاهمه يعني ايه الايد الشمال من اليمين. شوفي في الشمال كان مكتوب لك تتجوز اثنين، وانت بعقلانيتك هتتجوز واحد بس، وانت السبب في الطلاق. يعني شو تساوي؟ هي تتجوز، تتطلق، تبطل، تنتحر، شو تساوي؟ يعني لو واحد عم يحذرها من شيء، اما انت هي انت بدك تتجوزي، بدك تتطلقي، بدك تفوتي بالحياه، والله لا يوفقك. شو يعني شو بدك تساوي؟ يعني آخر شيء وانت السبب كمان. اي نعم. شو يعني اذا اجا الزهرة ببرج العذراء؟ يعني ليش ليكون يوم سعد؟ شو يعني اذا طلع زحل خارج برج القوس؟ ليش لتتطلق هديك؟ يعني شو علاقة يلي شاف هدول القصص؟ يعني العلم هاد شو اساسه؟ شو منشأه؟ على ايش بيقوم يلي معتبره انه علم؟ بيقولوا لك هدول فلكيين وما فلكيين. هو هذا كله عبارة عن حكي فاضي، صف كلام، بالإضافة لأنه صف كلام بتبع أنه أنت شخصية برج العقرب هي كذا. شو يعني شخصية برج العقرب؟ طيب الكرة الأرضية فيها حوالي 8 مليارات إنسان، 12 برج إذا بنقسمهم على 8 مليارات تقريبا بيطلع 600 مليون أو 700 مليون كل برج. هل يعقل أنه هال 600 أو 700 مليون هن كلياتهم نفس المصير ونفس التفكير؟ طيب إذا فرضنا هالشي صحيح، لما عم تجي كارثة مثل تسونامي عم تقش 100 مليون شخص، هدول 100 مليون شخص من كل الأبراج، بتفوت على السجن بتلاقي 5000 شخص من كل الأبراج، يعني كيف عم تتغير مصائرهم؟ أهل هيروشيما وناغازاكي كانوا من برج واحد؟ نزلت عليهم قنبلة لا تبقي ولا تذر، روحت كل الأبراج، يا ترى شو كان الطالع هذاك اليوم؟ وين كان زحل؟ وين كان المريخ؟ لحتى كل هدول الناس اللي من كل الأبراج اجت قنبلة قشتهم كلياتهم سوا. على ايش بيقوم هذا العلم؟ ما حدا بيحاول يفكر، لانه اذا فكر بيقتنع انه هي شغله فاضيه، انه هي شغله ما لها اساس. اي نعم. رح احكي لكم حكايه صغيره. في واحد راح على دكتور نفسي مفكر حاله حبه قمح، قال له يا دكتور انا حبه قمح وخايف كثير لانه الدجاجه لاحقتني بدها تاكلني. دكتور النفسي قاعد عمل له جلسات وقاعد يورجيه صور وسلايدات، حبة القمح هالقدة، انت هالقدك، انت لك عيون وأنف وأذان، انت بتتحسن تتحرك، حبة القمح ما بتحسن تتحرك، حبة القمح بتطيرها الهواء، انت وزنك 80 كيلو إلى آخره. عمل له جلسات كثير حتى اقتنع تماما انه هو مو حبة قمح. انت حبة قمح شي؟ لا. خاطرك مع السلامة. بتخاف من الدجاجة شي؟ مستحيل. حبة جنيت أنا. راح بعد يوم يرجع يا دكتور الحالي الدجاجة بدها تاكلني. قال له لك ليش انت ما اقتنعت انه انت محبة قمح؟ قال له انا اقتنعت بس بدك الدجاجة تقتنع. اي نعم.